حوار مستمر مع الكابتن احمد مصطفى بيبو والمدير الفني لنادي الجونه. كابتن احمد، كنا وقفنا عند نقطه مهمه جدا وهي فكره الصعوبات اللي انت عديت عليها. انت قلت لي اول صعوبه اللي حصلت في الدور الاول لما النتائج بدات تهتز والاداره دعمت الجهاز الفني والفريق. ايه تاني في المشوار الصعب ده؟ في حاجتين بعد كده حصلوا. كان حصل حادث ليا بعد ماتش في اول الدور الاولاني بالعربيه. انا وماشي انا مروح بعد الحادث كل تفكيري ان الحاجه دي ما تاثرش عليا في الفتره اللي انا داخل عليها. الحادثه كان في اصابات؟ لا يعني الاصابات دي ظهرت بعد كده الحمد لله يعني. بس يعني انت مش بتفكر في الحادثه، انت بتفكر انت مش عايز وقتي او اي مشكله تاثر عليك في مع الفريق. حتى انا اول لما روحت كله بيقول لي روح واكشف واعمل، انا خايف ان انا روحت يحصل حاجه تعطلني. فالحمد لله يمكن انا بس ماتش واحد اللي غبته. ماتش كان الفيوم، هناك في الفيوم كان ثقتي كبيره جدا جدا في الجهاز اللي شغالين معايا. لا انت الماتش دوت ولا كان في ماتش قبليه كنت موجود؟ بس انت الفكره ان انت اهملت بقى، اللي هو انت ما رحتش كشفت ولا حاجه وعرفت بعد كده ان لا عرفت بعد ما رجعت الجون عرفت ان عندي كسرين في الفقرات العنقيه وما كنتش مركز. احتاجوا مني بعد كده بعد ما رجعت ان انا اعمل رقبه كده اللي هي قطعتين وعشت بيها الدوري كله يعني. ألف مليون سلامة. الله يسلمك. اللي هو حرفيا ببدي الجونه برقبتي حرفيا كده، اللي هو انا ببدي الجونه برقبتي. بس ألف مليون سلامة. لا هو احنا الحمد لله معانا جهاز ومنظومه ولاعيبه. بالمناسبه كريم احب اشكر اللعيبه من خلالك جدا جدا جدا، تعبوا معانا جدا السنه دي. نوعيه اللعيبه قلما ان هي تبقى موجوده. تجميعه هي تجميعه انا كنت كل مره بقول لهم مش الاحسن فنيا بس هو اللي بيصعد في الدوري الممتاز، اللي بيصعد على طول هي الفرقه اللي متجمعه كويس. كان في لعيبه خبرات، عندك تنوع في اللعيبه اللي عندك. عندك لعيبه خبرات، عندك لعيبه في منتصف العمر، عندك لعيبه صغيرين. التجميعه دي كلها كانت متجمعين كويس بقياده طبعا نور السيد اللي بشكره من خلالك. كان عامل حاله كبيره جدا 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 مع الفرقه. لام الفرقه كان بمثابه مدرب معانا. انا مش عايز اذكر اسماء لعيبه تانية عشان انا لو عايز اقول هقول اكتر من 30 لعيب يستاهلوا كلهم ان هم يتذكروا. بس شكري ده للمجموعه كلها وبشد على ايديهم وبقول لهم الف مبروك، عملتوا موسم اكتر من رائع. ولو في فتره انا قصيت عليكم شويه في التعامل وفي الكلام ده فكان لمصلحه الفرقه والحمد لله جنينا ثمارها في الاخر الحمد لله.